السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. اتفضل، الله يغفر لي ولك. أمين يا رب. يا شيخ مصطفى، حضرتك أنا عندي 43 سنة ومعايا 7 أولاد ومراتي عندها 35 سنة. حلو، كله حلو ده، اللهم بارك. الحمد لله. ايه، احنا اكتفينا بالخلفة لأن زوجتي مرهقة جدا من شغل الأولاد في البيت. يعني هي صحتها طيبة ولا خربانة؟ هي صحتها كويسة بس مرهقة من كتر العيال، معاها 7 عيال. انت بتشتغل ايه؟ انا شغال تاجر في قطع غير الموتوسيكلات. ربنا يبارك لك وتجيب لها خادمة وتخليها تحمل. امين. حل ممتاز. هي حملت رغم ان احنا بناخد برشام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جئنا يا شيخ مصطفى بالحمل ده بعد 3 شهور، يعني هذا من فضل الله عليكم، هذا من فضل الله. الحمد لله. الله يقول لبني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نعمة. أنت زعلان من 7 أولاد ولا كنت بتقول يا ربي بـ2 فقط؟ لا لا يا فندم، أنا فرحان ولا زعلان بصراحة؟ يعني أنا والله ما زعلان إطلاقا، ولكن هي مرهقة جدا جدا. أنا أسألك عما مضى ليس عما هو آتي. فرح أنت بـ7 أولاد ولا بتقول يا ربي ما كانوا جاءهم؟ لا انا مرتاح والحمد لله، وربنا مديني رزقهم والحمد لله. لا ما عنديش مشكله في كده، المشكله ان هي هتلاقي خادمه، بس هتلاقي خادمه من القضيان مع العيال. ادفع ادفع، هتلاقي خادمه الله يحفظك. طب في سؤال يا شيخنا الفاضل، ان هي الحمل اللي حصل مفاجئ رغم ان احنا بناخد وسيله، وحصل الحمل ده بدون ما ندري احنا، وفوجئنا ان في حمل مدته اكتر من 3 شهور. يعني الله يتمم عليها بكل خير يا رب ويجعلهم توأم يا رب. الشاف في الامر كانت هي بتسأل عن اسقاط الجنين ده نظرا لصحتها. لا 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 تفعل، مع الأطفال لا تفعل لا تفعل. قل لا، اتق الله، رزق ساقاه الله اليك. لا تفعل. اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، تناكحوا تكاثروا، تناكحوا فإني مكاثر بكم. إذا مات العبد انقطع ماله إلا من 3: ولد صالح يدعو له،